مساء الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. إذا بتريدوا اللي عم بوجه لكم هالفيديو أرجوكم إنكم تسمعوا الدكتور سامي نادر، وهو أستاذ العلوم الاستراتيجية والسياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت ومثقف جدا. أرجو إنكم تسمعوا شو عم بيقول عن سوريا، عن حلب بالذات. الأمور الآن بعد كله بيتوقف على كيف بدأت تفوت الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة، وبلشت تظهر ملامح السياسة إدارة ترامب الجديدة، لا سيما اليوم مع تعيين الجنرال ماتيس في موقع وزير الدفاع. هنالك عودة لمنطق بيتريوس اللي هو أيضا مطروح وزير خارجية، منطق بيتريوس ومنطق مكان، يعني أول شيء الإنهاء السياسة الانفتاح على إيران كما كانت عليه، يعني على حساب الشركاء الآخرين لا سيما العرب ولا سيما إسرائيل، عودة الشراكة إلى العلاقات. بس شو بيغير عمليا على الأرض؟ شايفين شيء مختلف تماما على الأرض من هلأ تيسلم ترامب؟ بتكون حسمت المعركة ضد داعش، وين حكى روحة على على إدلب هلأ، روحة على إدلب؟ ما بفتكر هيدي الروحة على إدلب قادرين يقوموا فيها، لأنه رح تكون مكلفة وهن منهم بحاجة إلى اليوم. لسوريا المفيدة بمجرد أنه أنت تسيطر على حلب، سيطرت على منطقة يعني اللي فيها أكثر شيء عدد سكان، وصار أكثر من 60% من سكان سوريا تحت سيطرتك، ومنك بحاجة تفتح خاصرة بإدلب وتكون معرض للاستنزاف، يعني ما افتكر فيها منطق عسكري جدا الدخول. وعم يظهر مع الأيام أن هنالك تسوية يعني ما بين الأتراك والروس، تقوم أنه بتاخدوا حلب وبناخد نحن ريف حلب خاصة الجزء الشمالي منه، ومن هون تبقى إدلب يعني مش تحت وصاية تركية ولكن شيء من هذا النوع. هلأ بس هيدا بحضر لتسوية، يعني هلأ التسوية بس حساب مين رح تطلع؟ التسوية على حساب مين؟ على حساب الكيانات اللي كانت قائمة ما قبل، يعني لا سيما سوريا الموحدة والعراق الموحد، لأنه هذه البلاد رايحة. هلأ الفرقاء التاني علامة الاستفهام شو رح يكون، شو رح تكون الحصة الإيرانية المقبلة؟ هل حتكرس هي سلطة نفوذها على الشام ولبنان حتى نقول هيك الأمور بالعربي المشبرح، أو لا رح يصير في تبديل؟ هيدا الواحد لابد ما يرصد شغلتين، بده يرصد السياسة الأمريكية الجديدة وبأي منطق جاي وبأي وسائل جاية على المنطقة، وشو موقفها بالنسبة لإيران واحد، وشو هي مستقبل العلاقة، علاقة جدا ما رح أقول ملتبسة ولكن دقيقة الملامح اللي هي العلاقة بين روسيا وإيران. البعض كتير عنا عم يتصرف وكأنه إيران انتصرت في المعركة، هذا جزئيا مزبوط، لأنه الشيء المزبوط هو أنه روسيا وإيران انتصروا اليوم في المعركة بسوريا، يمكن الجزء الأكبر من الانتصار حتى اليوم يعود إلى الطرف الروسي مما هو إلى الطرف الإيراني. شو تداعياته على اللعبة الداخلية السورية؟ في جنيف أربعة؟ لابد يعني من جنيف أو طائف سوري في مرحلة، ولكن هيدا الشيء أنا بفتكر تيتم بدو وصول إدارة أمريكية جديدة وحسم معركتين مهمين اللي هي معركة الباب من جهة ومعركة الموصل من جهة أخرى. معركة بسوريا هي معركة أساسية وشفنا الكل صار يعني على أبواب الدخول فيها بشكل مباشر، وما عم نحكي بقى عن فصائل موالية لتركيا أو لإيران، لا، في قوات تركية على الأرض، في قوات كردية، في قوات النظام، وفي سلاح الجو الروسي، وفي قوات إيرانية بدأت تقترب من ساحة المعركة، وأيضا يعني الأمر ذاته بينسحب على الموصل وعلى تل عفر تحديدا. يعني بس شو المنتظر من رايحين باتجاه حسم هذه؟ رايحين باتجاه أنه خلصنا المعركة ضد داعش، بس هل صار في استقرار؟ لا، ما صار في استقرار. هيدي اليوم بحاجة لشيء مشابه
لطاولة مدريد إذا بتذكر، طاولة مدريد اللي وقت كان الخطأ أنه استثنت إيران، هلأ بفتكر طاولة من هالنوع لح تضم اللاعبين الفاعلين على الأرض ولح تحسم سايكس بيكو جديد. برأيك رايحة لهون؟ أكيد أكيد على تغييرات، إن شاء الله ما يكون سايكس بيكو مذهبي. شو رح يكون ليش؟ ما هيدا القلق، يعني إما سيكون مذهبياً وإما لن يكون. مع صعود القوميات وين ما كان بالعالم، في قوميات؟ شوف طروحات فيهم بتخوف، يعني في عودة للقوميات، البريكسيت هو جزء من هذا التعبير القومي، وبعض الشعارات اللي حملها ترامب بين المنطقتين في فارق زمني كبير جدا. دكتور سامي نادر، أهلا بك في برنامج بيروت اليوم، وأنت في بيتك في ام تي في. أهلا، شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. أنا بقول ورأيي بحب ألكني بعد بكير لكتير شغلات، شيل أكيد الأكيد انتهى سيكس بيكو، شيل أكيد الأكيد الأكيد ان وضعت المخططات لمنطقة الهلال الخصيب ولمنطقة الخليج العربي ولا إيران ولا تركي. أمتي وكيف التنفيذ وكيف؟ أنا بقول بعد بكير، هالحروب بدها تكفي، إيران بدها تكفي بالحرب الشيعية السنية مهما صار، وبتدمر لبنان مثل سوريا ومثل العرب، وما بغير رأيي أبدا. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.